اتوقع هذا التقييم من دب هذه الدراسه. انا برايي دراسه تقييمين عم نسويها لقطاع الاسكان، اثرها راح يكون على البلد على المملكه اثر كثير منيح، وراح حتى الواحد يقدر يعالج مشاكله. لازم هيك مش مسوق السيستم بالاحسن حتى الواحد يقدر يعالج مشكله، لازم يكون محل المشكله صحيح على الواقع. وان شاء الله من خلال هذه الدراسه بكون في لنا تحليل واقعي لقطاع الاسكان بالاردن، اللي نقدر من خلاله نساعد مع بعض نحط خطه عمل واضحه لهذا القطاع. دولة الرئيس يعني كان مؤكد تمام مجلس دار مرتين ثلاثه ناقشنا هذا الموضوع، وقال انا بديش ارجع احكي استراتيجيات استراتيجيه الاسكان موجوده. هلا بدنا نحن نحلل واقع قطاعنا الحالي، نسوي دراسه له وتطلع لي وترجع لي بعد كم شهر وتقول لي هاي خطتي للامور اللي لازم اسويها بهذا القطاع حتى احسن الاستثمار بالاردن. احنا يعني كلنا امل انه من خلال دراستكم ومن خلال الخبراء البنك الدولي اللي معانا بالدراسه مع بعض، احنا نترك حالنا فريق واحد مع بعض. يعني احنا كمؤسسه اسكان ووزاره الاشغال مع مجموعه طلبه وزاره مع مندوبين البنك الدولي كخبراء، نطلع بالنهايه في نقاط معينه لهذا القطاع حتى نقدر نحسن وضعه بالاردن، واكشن بلان لشو الاعمال المطلوب من الحكومه تسويها والقطاع الخاص يسويه والبنوك الاردنيه تسويها حتى نحسن على الوضع. ان شاء الله يكون بدرة خير ان شاء الله. نقول يعني على بركة الله وبسم الله نبلش. تفضل سيدي. بالنسبة لي انا فخور وسعيد بان اوقع مع الصديق العزيز معالي الوزير سامي هلسة لهذا الاتفاق الهام. اقول هام بس معالي لخص الموضوع بشكل دقيق، ولكن أود أن أعطي بعض التفاصيل. موضوع الإسكان موضوع هام جدا. نحن نظن الإسكان موضوع، أو المواطن العادي مثلي يظن الإسكان موضوع بنايات وسكن وشقق. الإسكان أولا قضية وحالة وموضوع اجتماعي هام يمس كل مواطن ويمس راحته وسعادته واستقراره، وأيضا قدرته على أن يعيش عيشة مرتاحة وأن ينتج في عمله. الإسكان قطاع إنتاجي هام، هو يضيف إلى الناتج القومي إضافات كثيرة. أيضا إحنا لا نحصيها ولا نركز عليها، من أحد القطاعات الإنتاجية الهامة في الوطن اللي بنسميه الناتج القومي الجي دي بي الإسكان. الإسكان يضيف أولا موضوع العمالة أثناء البنيان، التمويل، المواد البناء، التجارة فيها أو استيرادها أو تصنيعها، عملية البيع والشراء، وكل عملية بيع وشراء هي إضافة للناتج القومي كما تعرفها المنظمة العالمية للتجارة، شغل المهندسين وأتعابهم، المقاولين وإيراداتهم. فإذا هو قطاع إنتاجي بامتياز، بالإضافة إلى أنه قطاع اجتماعي هام. الوزارة أعطتنا ثقتها بتكليفنا بهذا المشروع لأنه موضوع هام جدا، وأنا سعيد أن أؤدي أيضا في دور وواجب وطني عندما ندرس الإسكان. الهدف من الدراسة هي النقطة الأولى لخطة، لإعداد خطة، والخطة هي الهدف من الدراسة. الدراسة ليست الهدف. الدراسة التي سنقوم فيها بالاشتراك مع الوزارة ومن خلال عملية تفاعلية، من خلال ورش واستقصاء وإحصائيات ودراسات وتحليلها، لنقدم معلومات وبيانات تستند إليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد خطة سكانية. وهذا موضوع هام جدا. يعني أن نعلن اليوم أن بدأت عملية إعداد خطة سكانية متكاملة للمملكة الأردنية الهاشمية، هذا موضوع على قدر كبير من الأهمية. من أحد أربع أسس لحياة الإنسان هو السكن، وكما أضفنا إضافة إلى ذلك هو موضوع هام جدا بالنسبة للاقتصاد. أيضا إحنا في هذا الموضوع ننسى أن الإسكان هو مورد هام للدولة. القطاع الإسكاني في عندما تطلب الترخيص وتدفع الرسوم، عندما تحصل توخر موافقات على البناء،
عندما تبني، عندما تدفع الضرائب، عندما تدفع الرسوم نقل الملكية، عقود التأجير، الدولة تستفيد فائدة كبيرة من قطاع الإسكان كمصدر للدخل والإيراد. ومن هنا أنا أرى أنه اهتمام دولة الرئيس الأخ الصديق هاني الملقي بهذا الموضوع هو من منطلق أن هذا الموضوع هو موضوع ليس فقط يضيف إلى الناتج القومي، بل أيضا وليس فقط هو لراحة المواطن، بل هو أيضا مصدر دخل هام للدولة. الدراسة ستشمل كل الجوانب التي تساعد على إعداد الخطة التي نريد إعدادها، ومنها القوانين ذات العلاقة، العرض والطلب والاحتياجات السوقية، المسماتش بين ما يبنى وما يحتاجه المواطن، التخطيط السكاني بشكل عام السابق كتجربة ونتعلم منه كيف نخطط تخطيط شمولي ودقيق كامل، الأنظمة التمويلية، دور البنوك، دور مؤسسات التمويل، مواد البناء، وربما نقترح صناعات بناء، لأنه في مواد بناء كثيرة يمكن تصنيعها محليا ولا يجوز أن نستمر باستيرادها. كذلك نحن نتكلم عن البنية التحتية، ما هي البنية التحتية اللازمة للتخطيط السكاني الصحيح، أنماط البناء وأنواعها إلى آخره. الموضوع موضوع شامل يتناول حياة كل إنسان، يتناول الدولة بكافة قطاعاتها. نحن ليس في موضوع منعزل عن بحد ذاته، هو متشابك مع كل ما يتعلق بالدولة من احتياجات ومن موارد ومن مصلحة ومن رعاية للمواطن. ومن هنا أنا أرى أن هذا المشروع هو مشروع وطني وليس فقط مشروع تقني، وأنا سعيد لذلك بأن أكون شريكك فيه. الله يسلمك إن شاء الله، الله يكون بدرة خير إن شاء الله على البلد، يعني نحقق في رؤى زلالة سيدنا إن شاء الله بإذن الله. شكرا على سيدي. وراح أتابع معك بصورة مستمرة لاعتبارات كثيرة، لأنه يعني أثاره ليس وعلى ثقتكم، وإن شاء الله نؤدي الأمانة كما ترى إن شاء الله بإذن الله.